السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نبدأ لقاءنا بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله راح نستكمل الفصل الثامن، إدارة المخازن والرقابة على المخزون. بالمحاضرة السابقة تعرفنا على الغرض من التخزين، سواء كان الاحتفاظ أو إحداث تغييرات على المواد. ثم تطرقنا لاختصاصات إدارة المخازن. بالبداية حكينا من استلام المواد، فحص المواد، تبويب المواد، وفي النهاية الاحتفاظ، المحافظة، الاحتفاظ بالسجلات المخازن إلى الآخر، طبعا مجموعة من الوظائف لديها. بعد هيك تطرقنا لموضوع موقع المخزن، سواء كان داخل المنشأة أو خارج المنشأة. حكينا في مجموعة من العوامل اللي بناء عليها بحدد موقع المنشأة، أو ممكن يكون موقع أنا ما يعني ما في عندي إمكانية أختاره لأنه فعليا هو متوفر وجاهز. ثم تطرقنا لموضوع شرح أنظمة التخزين، سواء كان نظام المخازن المغلقة أو المخازن المفتوحة. اليوم موضوع المهم المخزون. طالما أنا بحكي كلمة مخزون يعني بحكي عن جميع أو كل المواد الموجودة عندي بالمخزن. يبقى إيش هو مفهوم المخزون؟ هو عبارة عن جميع موجودات المنشأة من المواد الخام والأجزاء النصف مصنعة ومهمات التشغيل والصيانة والمنتوجات التي تحت التشغيل وقطع الغيار والمنتجات تامة الصنع. شايفين التعريف منه باخد أنواع المخزون. بقول لي ايش هي انواع المخزون. طالما انا حفظت تعريف المخزون يبقى فعليا انا بس هي عارفه ايش هي عندي انواع المخزون. نيجي مخزون المواد الخام، مخزون الاجزاء نصف مصنعه، مخزون مهمات التشغيل والصيانه، مخزون المنتجات اللي تحت التشغيل، ومخزون قطع الغيار، ومخزون المنتجات تامه الصنع. هذا فعليا لو انت حفظت التعريف يبقى انت عرفت ايش هي انواع المخزون. الشغلة الأساسية اللي عندي وظائف المخزون. الوظيفة الأولى يزيد من مرونة العمليات الإنتاجية داخل المنشأة وكفاءتها. طالما أنا في عندي مخزون في المخزن يبقى فعليا لما تيجي إدارة الإنتاج تنتج يبقى حتلاقي في مواد، فبالتالي في عندي مرونة لو هي طلبت فعليا حتلاقي. اثنين، استغلال القوى العاملة والمعدات الموجودة بشكل كفؤ. فعليا طالما أنا في عندي أجهزة ومعدات خاصة فبالتالي أنا لما بستخدمها وبستغلها فبالتالي أنا فعليا إدارة كفئة وبيعكس مدى الإدارة السليمة. ثلاثة، يساعد المنشأة على تقديم أفضل الخدمات للسوق ويحافظ على مركزها التنافسي. طالما في عندي مخزون وبنفس الجودة وتم المحافظة عليه فبالتالي أنا لما أجي أطرحه في السوق بحيكون مطروح بشكل أو بصورة تعكس مكانة المؤسسة، وبالتالي طالما صورته إيجابية وكونت صورة إيجابية عن المنتج في ذهن المستهلك فبالتالي هذا بيكسب المؤسسة سمعة تجارية كويسة وبالتالي بحطيها مركز تنافسي قوي. أربعة، يساهم في تحقيق الربحية للمنشأة من خلال الموازنة بين كمية المبالغ المستثمرة في المخزون وبين الوفرات المتحققة من قلة المخزون. طبيعي أي أنا أي نشاط بيتم زوالته في المنشأة هدفه الهدف منه تحقيق الربح. كيف المخزون بحقق الربح؟ من خلال الموازنة أو الموائمة بين كمية المبالغ اللي أنا فعليا بستثمرها بالمخزون والنتائج اللي بتتحقق لي من قلة المخزون. الرقابة على المخزون. احنا حكينا اساسا الرقابة ان انا فعليا بدي اتأكد من انه الانجاز المخطط له هو الانجاز الفعلي مع معرفة الانحرافات بهدف تصحيحها. يبقى احنا فاهمين موضوع الرقابة وليس تصيد للاخطاء، انما هو تعديل لنقاط الضعف
وتعزيز لنقاط القوة. طب شو هو الرقابة على المخزون أو مفهوم الرقابة على المخزون؟ هي الوسيلة التي يمكن من خلالها توفير احتياجات المنشأ من المواد الخام والأجزاء والأصناف بالكمية والنوعية المحددة مقدما في الزمان والمكان المناسبين بأقل كلفة ممكنة. طالما انا براقب على المخزون في عندي عمليه رقابه دوريه، يبقى انا فعليا حراقب عندي على مستويات المخزون. طالما انا فعليا براقب اول باول وعارفه كل مستوى صنف لما بيصل لحد معين وبرجع بطلب اعاده طلبه مره اخرى، ولو عندي صنف زاد فبالتالي انا مش خلاص مش هطلبه بعد هيك. فبالتالي عمليه الرقابه هان هدفها الاساسي انه فعليا يتم توفير المستلزمات بالوقت والمكان المناسب وباقل كلفه. فالرقابة ليست مجرد ملاحظة المخزون كما ونوعا للتأكد من وجوده في المخازن، بل تتضمن مجموعة من الفعاليات والأساليب الإحصائية وغير الإحصائية التي تهدف إلى التأكد من تنفيذ الخطة الموضوعة من أجل الحصول على مستوى ملائم من المخزون بمختلف أصنافه والاحتفاظ به واتخاذ القرارات الضرورية لمعالجة الانحرافات إن وجدت. يعني فعليا ما كانوا بيحكي، يعني هي ليست عملية ملاحظة مباشرة لما هو موجود سواء كان من ناحية العدد أو النوع عشان أتأكد فعليا إنه آه والله خلاص موجود عندي في المخازن، آه موجود. فلا، عملية الرقابة ليست كذلك، إنما في عندي مجموعة من الأساليب اللي أنا بتبعها عشان أتأكد فعليا إنه والله اللي أنا خططت له فعليا هو الموجود على أرض الواقع، عشان أنا في النهاية لما أجي أطلب احتياج أو مواد معينة تكون عندي متوفرة بالظروف المناسبة. تمام. طبعا عملية الرقابة اللي أهم حاجة منها اتخاذ القرارات الضرورية لمعالجة الانحرافات، يبقى الهدف الأساسي منها معالجة الانحرافات إن وجدت. طيب، عملية الرقابة على المخزون تتضمن التالي: تقدير الأصناف والأنواع الواجب تخزينها. يعني فعليا بحدد الصنف، مثلا صنف ألف، أو والله أنا مفترض أخزن منه بالكمية كذا، يعني صنف ألف أنا محتاج منه أخزن كمان 20 وحدة إضافية. هان بحدد سوري بحدد بس الصنف، يعني إيش هي الأصناف اللي أنا أو المواد اللي أنا محتاجاها. بعدها بحدد الكميات التي يجب تخزينها من كل صنف من الأصناف. يبقى فعليا أنا ولا إيش بحدد المواد اللي أنا محتاج أخزنها عندي. طب بعد هيك بسأل حالي سؤال، هو أنا هذا الصنف قديش بدي أخزن منه الكمية؟ طب طالما أنا حددت الكمية يبقى أنا خلاص تم عملية شراء ووجوده في المخازن، يبقى أنا هستلم استلام وتنظيم الأصناف والمواد الواردة إلى المخازن وتنظيمها وإضافتها إلى أرض. يعني فعليا عملية إذا ذاكرين اختصاصات إدارة المخازن تتترجم في الجملة التالية: أنا فعليا بستلم المواد وبفحصها وبتتم عملية التبويب وبحتفظ السجلات والمستندات بحيث لو بدي أرجع لها يكون عندي المعلومات جاهزة. ثم تنظيم العمليات الخاصة بصرف المواد والأصناف من المخازن. إحنا قلنا لو بدك تصرف مادة أو صنف معين، في إذن في مجموعة من الإجراءات اللي ممكن تتبعها عشان يتم صرف المادة الموجودة في المخزن. هذا بالنسبة للرقابة على المخزون. نتطرق لموضوع أهمية الرقابة على المخزون: عدم وصول أي مادة من المواد المخزونة إلى حالة النفاذ. يعني أنا لو اليوم مخزن المادة وأجي أحتاجها أطلبها تاني ألاقيها موجودة عندي، مش إنها خالصة وخلاص ما فيش منها، لا. بأهمية الرقابة على المخزون إنه فعليا الكمية عندي مالها خالصة. 2، عدم تكديس كميات كبيرة من المخزون. يبقى عشان ما أشتري بكميات كبيرة ويصير عندي تكدس داخل المخازن، يبقى عدم تكديس كميات كبيرة. 3، ألا تتكرر الطلبيات للكميات الصغيرة وذات الكلف المرتفعة. يعني فعليا قلت بشتري في كميات صغيرة، صح؟ طب ممكن انا حكينا الكميات الصغيره بتكون كلفه النقل والشحن اللي لها مرتفعه، فبالتالي انا ما بدي اضلني اكرر الطلبيه لنفس لكميات صغيره وكلفتها مرتفعه. 4، محاولة جعل وصول الشحنات الجديدة في وقت نفاذ المخزون منها. يعني عشان أنا فعليا ما يكون عندي أو ما يكون عندي فعليا عملية تخزين، يعني أنا محتاج الأصناف التالية ولكن يا المورد كذا يا المورد محمد
جيب لي اياها في الوقت اللي انا فعليا هستخدم او هينفذ عندي المخزون. يعني انا فعليا ما بيضل عندي من المخزون الا مثلا كميه قليله او فعليا نفذ، بالتالي تجيني الشحنه الجديده بحيث ان ما يكون في عندي تكدس للمخازن. 5، تفادي استثمار كميات كبيره بالراس المال في المخزون السلعي خاصه المواد بطيئه الحركه. بتعرف في بعض المواد او بعض الشغلات الموجوده عندنا يا جماعة إنه بدنا نبيعها فعليا ما عليهاش طلب، طب أنا فعليا ما بديش أحط كل مصرية في هالسلع اللي أصلا هي بطيئة الحركة ومش كانت تمشي في السوق. تحاشي الازدواجية في المواد المخزنة، أنا فعليا عشان ما أخزنش الصنف أكتر من مرة. 7، يساعد على وضع برامج سليمة للإنتاج والتخزين. يعني أنت فعليا يا إدارة الإنتاج هتنتجي كم من وحدة؟ آه والله بقى إحنا هنخزن الكمية كذا لأنها هتتناسب معك، فبتصير عملية الإنتاج والتخزين علاقة مرتبطة بيناتهم عشان ما يكون في عندي أي خلل. يساعد في المحافظة على رؤوس أموال المنظمة من خلال مراقبة مستويات المخازن. إحنا حكينا هدفنا الرئيسي لما بنشب أو بنحدد الكمية المناسبة إنه أنا فعليا ما بديش أستثمر كل أموالي على شكل مخزون سلع، انما انا بدي اشتري بكميه مناسبه. طب انا الكميه المناسبه هشتريها كذا، هشتريها ازاي؟ هشتريها لما انا براقب مستوى الخزين. يعني احنا حكينا لو نصل لمستوى نقطه اعاده الطلب يعني خلاص ما بضلش في كلام، يبقى انا بدي اشتري بالكميه المعينه التالي بحيث ان انا احافظ على راس مال الشركه. يساعد على تحديد الطرق الملائمه التي يتم من خلالها صرف المواد من المخازن، واخيرا يساعد على اجراءات عمليات الجرد المختلفه بنجاح. هذه أهمية الرقابة على المخزون. في عندي مجموعة من الشروط للرقابة على المخزون. من أجل تطبيق الرقابة المخزنية بشكل كفؤ وفعال لابد من توفير بعض الشروط، منها اختيار النظام المناسب لترميز المواد، وضع قواعد خاصة لاختيار أصناف المواد مثل التصنيف حسب سرعة حركتها، تحديد أسلوب صرف المواد وطريقته، تحديد مستويات المخزون التي تلائم نظام الرقابة المخزنية، تحديد الإجراءات البديلة الواجب اتخاذها في حالات تفادي المخزون. أهم حاجة أسباب الاحتفاظ بالمخزون، يعني أنا فعليا ليش بحتفظ بالمخزون؟ احتمال تأخر استلام المواد المطلوبة في الأوقات المحددة، يبقى أنا فعليا بحتفظ بالمخزون لأنه ممكن تصير في عندي عملية تأخير في استلام المواد، أو إن المورد للأسف لم تتم عملية التوريد في الوقت المناسب. الشراء بكميات كبيرة لكل طلبية من شأن الحصول على أسعار مناسبة. إحنا حكينا لو شرينا بكميات كبيرة يبقى هنحصل على خصم كمية، وبالتالي هتنخفض الكلفة الإجمالية لعملية الشراء. 3، بسبب التغير المستمر في برامج الانتاج يتطلب الامر الاحتفاظ بكميات مخزون. احيانا يا جماعه احنا حكينا انا ممكن اداره الانتاج ممكن تلغي كل خطه انتاج الصنف كذا، ممكن تحكي لا والله ممكن ننتج الصنف كذا، فبالتالي انا لازم يكون عندي في عندي مخزون عشان لو تم في بعض التغييرات يكون في عندي مواكبه لهي التغييرات من خلال انه في عندي متوفر مخزون. زيادة كمية المخزون وزيادة كلفة الاحتفاظ به يمكن التغلب عليها من خلال الوفرات التي يمكن الحصول عليها. احنا كنا عملية التخزين هي بمثابة كلفة على المنشأ، ولكن تحقق بعض الوفرات لها. كيف؟ ان احنا حكينا ممكن اليوم شرينا الصنف والله وخزناه عندنا في المخازن، شريناه بسعر مثلا 500 شيكل، بعد مثلا 3 شهور 4 والله ارتفع سعره في السوق، صار بدل ما هو 500 شيكل 700 شيكل، يبقى اصبح عندي فرق 200 شيكل، فبالتالي انا استفدت منها. صح في كلفه ولكن في بعض الايجابيات لا. لتوقع ارتفاع في الاسعار، بعض الاصناف قد تزيد قيمتها عن طريق التخزين زي الخشب او الموز، وحكينا النقطه هذه. للسلايد اللي كتير مهم، أنظمة الرقابة على المخزون. هناك أنظمة متعددة للرقابة على المخزون، ومنها في عندي نظام الرقابة المستمر ونظام الرقابة الدوري، اللي بيهمني كيف أفرق بيناتهم. بالنسبة للنظام الأول، نظام الرقابة المستمر، يستخدم في المشروعات ذات الإنتاج الكبير واللي بتستخدم الإنتاج النمطي المستمر للسلع نفسها، وتشترى عادة وفق عقود طويلة الأجل، ويتم توريدها على دفعات دورية.
بحسب جدول زمني متفق عليه بين الطرفين، بيهمني إنها فعليا هي للمشروعات اللي بتنتج بشكل كبير ونمطي وبتشترى وفق عقود طويلة لأجل. تدفق المواد يكون مستمرا، وعليه فقد تصل مستويات المخزون إلى نسب منخفضة، وعلى هذا الأساس يتم مراجعة الأرصدة يوميا، وفي حالة وجود أي نقص في الأرصدة عن الحدود المقررة يتم الإبلاغ عن ذلك من أجل إصدار أمر توريد لتوفير المواد في الوقت المناسب. حكينا لو وصلت المادة طالما هي من اسمها تنتج بشكل كبير، فبالتالي تدفق المواد حيكون عندها بشكل كبير، يعني تستهلك كميات كبيرة. طالما هي بتستهلك أول بأول، فبالتالي حيكون يمكن مستويات المخزون عندها ينخفض جدا للحد الأدنى. فهي في الحالة هذه إيش حتعمل؟ طالما هي يعني طالما في رقابة، حتجد إنه فعليا والله في عندي في مستوى المخزون صنف ألف إنه في عندي نقص جدا، فبالتالي هي حتصدر أمر توريد بهدف توفير المادة الناقص. هذا بالنسبة لنظام الرقابة المستمر. النظام الأخير الثاني نظام الرقابة الدوري، يستخدم للمشروعات التي تشتري مجموعة متنوعة من الأصناف من مورد واحد. شوف تشتري مجموعة يعني أكثر من صنف، مجموعة متنوعة من الأصناف بس من مورد واحد، ويعتمد على عامل الزمن ووضع جدول دوري لمراجعة الأرصدة لمستويات المخزون، وأن تكون الفترة الزمنية بين طلب توريد وآخر متساوي. إذا ذاكرين في حساب الكمية الاقتصادية لما أوجدنا كيف نحسب الفترة الزمنية بين كل طلب توريد وآخر، هان بنظام الرقابة الدوري لازم يكون متساوي، لكن الاختلاف يكون في كمية التوريد. صح أنا بحكي إنه الكمية أو تفطر الفترة ما بين كل طلب والتاني لازم يكون متساوي، لكن مش شرط يكون نفس الكمية، الاختلاف يكون في كمية التوريد، حيث تزداد هذه الكمية أو تقل بين فترة وأخرى بحسب متطلبات الاستخدام. ففعليا بنظام الرقابة الدوري أنا بشتري مجموعة من الأصناف بس من مورد واحد. الشغلة المهمة أنه فعليا الفترة الزمنية بين طلب توريد وآخر بتكون متساوية، بس مش شرط تكون نفس الكمية، الكمية مختلفة. بيك أحبة الطلبة إن شاء الله بنكون انتهينا من الفصل الثامن، وفعليا انتهينا من مساق إدارة الشراء والمخازن. أي استفسار أو أي سؤال يرجى إضافته على الصفحة، ويرجى الالتزام بحل التعيين الموجود بالفيديو السابق. دمتم بخير.